ان هي تبقى اوفر ويت يعني وزنها زايد، تبقى اندر ويت يعني وزنها اقل أقل من من الطبيعي، الطبيعي. او انها بتعمل تمارين كتيره جدا او بتعمل تمارين بطريقه شاقه. الثلاث حاجات دول بيأثروا على التبويض، مش هيحصل تبويض. طب انا ايه اللي خليني اقول دي زايده او دي؟ مش ببص لها كده انت والله شكلك تخين، انت والله شكلك رفيع، لا الموضوع مش لا، كده. بتحسب الطول البي ام والعرض. اي، البي ام اي اللي هي كتله الجسم. الجسم، اللي بي ام اي البادي ماس اندكس، ده بيتحسب المفروض الطبيعي من 18 ونص ل 25. فيما هو اقل من 18 ونص اندر ويت غالبا مش هيحصل له تبويض، لان في هرمون اسمه او في الليبتين ده مهم جدا للتبويض، فبيبقى اللي في الاندر ويت. والاوفر ويت واللي حجمهم الاوبيس شويه او المليان شويه برضو اللي هو اكتر من 25 مش هيحصل تبويض. فخسي، زيدي في وزنك، قللي تمارينك، ادي ثلاث اسباب لحدوث عدم التبويض، ثلاث اسباب شائعه جدا ممكن تحلهم وهي قاعده في البيت. حلو جدا. وعلى فكره الناس اللي وزنهم زايد يكفي ان هم يقلوا 5% بس من وزنهم، احنا مش عايزين مجرد اكتر من بس كده. ما 5% 5% ينزلوا. هيحصل تبويض. تمام. تمام. طيب في حاجات طبعا زي ما اتكلمنا عنها بقى، هرمون اللبن زايد او الغده الدرقيه فيها مشكله او التكسيد المبيض، دي ليها حلولها لوحدها. يبقى اول حاجه في تاخر الانجاب ان انا بحل المشكله. طيب في طبعا حلول تانية او وسائل الاخصاب المساعده، اللي هي منها التلقيح الصناعي والحقن المجهري. التلقيح الصناعي والحقن المجهري هما من ضمن طرق وسائل الاخصاب المساعد بعجاله شديده. ايه هو التلقيح الصناعي؟ التلقيح الصناعي معناه ان انا بحقن الحيوانات المنويه لاقرب ما يكون جنب البويضه. يعني انا بستبدل الجماع او بستبدل العلاقه الزوجيه ان انا بحقن الحيوانات المنويه داخل تجويف الرحم من فوق، فيبقوا اقرب ما يكون للبويضه. الحقن المجهري او التلقيح الصناعي اتكلمنا عن الحقن المجهري، مش كده. الحقن المجهري انا بطلع البويضه بره وبطلع الحيوان المنوي بره وبحقنهم جوه بعض في المعمل، يعمل لي اجنه او يكونوا لي جنين، ابدا الجنين ده ازرعه جوه الرحم. خطوات الحقن المجهري 4 خطوات. 1 تنشيط. وقبل التنشيط انا لازم اعمل فحص شامل للسيده. يعني ايه فحص شامل؟ يعني ببقى متاكد ان انا شايف الرحم كويس، ابقى متاكد ان الانابيب عندي كويسه، ما يبقاش فيها صديد في الانابيب، ما يبقاش في ميه في الانابيب، لان كل ده هيؤثر بالسلب على الجنين لما ازرعه ومش هيثبت. ابقى متاكد ان المبايض عندي كويس عشان اعرف انا همشي على انهي بروتوكول في الحقن المجهري. لازم ابقى متاكد المخزون بتاعها كويس ولا مش كويس، مخزونها قد ايه، هتخش مني فرط تنشيط او لا. يبقى ده اسمه فحص شامل للسيده. رقم 2، هبدا ادي تنشيط للسيده. ليه؟ لان انا مش الـ الام مش داخله ودافعه مبلغ وقدره. خلينا برضو احنا عمليين ومتفقين ان الحقن المجهري مكلف ومكلف ماديا، فهي مش داخله دافعه مبلغ عشان اطلع لها بويضه اللي بيحصل في العادي او الطبيعي، لا. على الاقل خالص بيبقى محتاجين من 10 ل 15 بويضه. ليه؟ لان كل ما زادت عدد البويضات كل ما زاد فرص حدوث ان انا يبقى عندي اجنه في المعمل. بدل ما تطلع لي جنين واحد طلع لي 4 او 5 اجنه. يبقى رقم 2 هو التنشيط. رقم 3 هو الحقنه التفجيريه اللي انا بديها. بعد ما بتاخد الحقنه التفجيريه بعد 36 ساعه، قلنا 36 ساعه البويضه هتطلع، يبقى بعد 36 ساعه مش هخليهم يطلعوا هم بقى، انا هسحب البويضات، هسحبهم في انابيب، الانابيب دي بتروح للمعمل والمعمل بيبدا يعرفني مين ام 1 مين ام 2 مين ام 1، يعني مين البويضه جودتها كويسه ومين البويضه اللي جودتها مش كويسه. وبعد كده بياخدوا البويضات الجوده بتاعتهم كويسه ويبداوا يحقنوهم بايه؟ بالحيوانات المنوي او سائل المنوي اللي واخدينه من الزوج. رقم 5، في اليوم الثالث او اليوم الخامس من سحب البويضات نبدا نرجع الاجنه. تمام. واخر احصائيه على فكره لقوا ان فرص حدوث الحمل على عكس زمان ان هي بقت اعلى، بقت اعلى في رجوع الاجنه المجمده عن الاجنه الفريش، لان هم لقوا ان بطونه الرحم بتتاثر بالتنشيط. فلما نجمد شهر وبنرجع الاجنه الشهر اللي بعده بنلاقوا ان فرص الحمل الى حد ما احسن. طيب دلوقتي نروح نشوف تقرير ونرجع عشان نعقب عليه.